أمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي رفضه اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتق مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن النفط. وأكد جويلي أنه ينتظر موقفا من أعضاء المجلس الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم على حد وصفه. وقال إن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، مضيفا إلى أن من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة. ولم تصدر حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلسي النواب والدولة أي موقف واضح حيال الاتفاق المعلن بين اللواء خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتق. تحدثت مصادر إعلامية عن كون المفاوضات بين معيتق وممثل حفتر جرت في العاصمة الروسية موسكو لمدة يومين قبل أن تعلن عن نتائجها قيادة حفتر ومعيتق، وهو الاتفاق الذي أغضب واشنطن ودولا غربية أخرى. وينضم إلي عبر سكايب من لندن السيد عبد الله الكبير الكاتب والباحث الليبي، أهلا بك معنا. أهلا دكتور أسامة، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. التحية لك. من هو أحمد معيتق وما هو وزنه السياسي في المجلس الرئاسي؟ أحمد معيتق هو أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بل هو النائب الأول، ولأنه ينحدر من مدينة مصراتة ولأنه رجل أعمال فمجتمع رجال الأعمال يؤيده ويدفع به في المشهد السياسي، وكان مجلس رجال الأعمال هو وراء تكليفه بهذا المنصب عند إبرام اتفاق الصغيرات في المغرب، بالإضافة إلى انحداره من مدينة مصراتة، وبالتالي لديه قطاعات واسعة عسكرية وسياسية تؤيده في مدينة مصراتة. طيب، هل سافر هذا الرجل إلى موسكو فاوض دون تنسيق مع الحكومة أو المجلس الرئاسي؟ نعم، المعلومات كلها تؤكد أنه تواصل مع موسكو وأجرى مفاوضات سرية في مدينة سوتشي الروسية مع ممثلين عن حفتر، وكان ابن خليفة حفتر خالد حفتر حاضرا لكنه لم يشارك في هذه الاجتماعات، وإنما كان يتابع هذه الاجتماعات بين ممثلين عن والده خليفة حفتر وبين أحمد معيتق بشأن إعادة فتح النفط من جديد ورفع الإغلاقات. هل هذا يعد انقلاب من معيتق على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي؟ نعم، هل يعد هذا انقلابا على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي؟ هو ليس انقلابا ولكنه تصرف فردي، فالمعلومات المؤكدة حتى الآن أن السراج غير راضي على هذا الاتفاق، وأن أغلبية القوى السياسية في طرابلس غير راضية على هذا الاتفاق، بالإضافة إلى رفض المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، لأن الاتفاق لم يتضمن الشرط الرئيسي الذي طالبت به المؤسسة الوطنية للنفط في أكثر من بيان، وهو إخراج المظاهر المسلحة وإخراج مرتزقة فاغنر. لا نستطيع أن نصفه بالانقلاب، ولكنه تصرف فردي لا يمثل حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي. طيب، ما الذي أغضب حكومة الوفاق وأغضب أطرافا أخرى؟ يعني ما هي مضامين الاتفاق الذي جرى بين معيتق وبين نواب أو ممثلي خليفة حفتر؟ الاتفاق يقضي برفع حالة الإغلاق التي يفرضها حفتر ويعود النفط للتصدير من جديد، ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عن خليفة حفتر وعن أحمد معيتق فإن العائدات ستقسم بين غرب ليبيا وبين شرق ليبيا بنسبة تقارب 60% لطرابلس و 40% لخليفة حفتر والسلطات في الشرق الليبي، ما يعني ضمنا أن ديون خليفة حفتر على الدول التي دعمته وعلى مرتزقة فاغنر وعلى ما أنفقه في حرب طرابلس سيتم دفعها من خلال عائدات النفط. هذا أو وجه الاعتراض الأول. وجه الاعتراض الثاني أن المؤسسة الوطنية للنفط مع السفارة الأمريكية يريدان الضغط على حفتر ويواصلان الضغط عليه لكي يرفع يده عن الموانئ وحقول النفط ويخرج مرتزقة فاغنر من هذه الحقول، لأن إعادة ضخ النفط في وجود مرتزقة فاغنر داخل الحقول يعني أنهم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر سيصبحون شركاء في عملية التصدير
وسيطلبون إتاوة أو ضريبة مقابل حمايتهم لموانئ النفط. طيب هل يكرس هذا الاتفاق سيد عبد الله، عفوا عن المقاطعة، هل يكرس هذا الاتفاق خليفة حفتر كمالك وحيد لمفاتيح النفط في البلاد؟ نعم بالتأكيد، ربما الحسنة الوحيدة في هذا الاتفاق أثبتت أن حفتر الذي يعتقد أنه يسيطر على قطاع النفط وعلى حقول النفط ويملك حق التصرف فيه، أثبتت أنه غير قادر على فتحه، لأنه بدون رفع حالة القوة القاهرة من المؤسسة الوطنية للنفط لن يضخ النفط من جديد ولن يتم التصدير حتى لو أعلن حفتر أنه مستعد لرفع يده عن النفط. إذن لا يملك حفتر الآن إلا إغلاق النفط، أما مسألة التصدير وعودة النفط اتضح أنه لا يملكها بدون ما ترفع حالة القوة. طيب ألم يتفق خليفة حفتر أو يعطي وعدا لواشنطن بفتح منشآت النفط؟ يعني ألن يغضب ذلك واشنطن، لا سيما وأن هذا الاتفاق قد تم عقده أو إبرامه في موسكو في روسيا؟ نعم بالتأكيد، واضح جدا من خلال التغريدة التي نشرتها السفارة الأمريكية بالأمس أنها غاضبة من هذا الاتفاق وأنها غير راضية عنه، لأن كل مجهوداتها خلال الفترة الماضية والتي آخرها التصريح بأن حفتر وعد برفع يده عن النفط في 12 من سبتمبر كإحراج له بسبب هذا التعهد، بالأمس السفارة غردت بأنها ترفض استخدام النفط لمصالح شخصية ضيقة وأن هذا الأمر لابد أن يتم لمصلحة الليبيين، ما يعني أنها تشير إلى أن ام اي تي اتخذ هذه الخطوة لمصلحة سياسية تخصه، وأن الأمر تم بمباركة روسيا لكي تشوش على الخطة الأمريكية لطرد روسيا من قطاع النفط الليبي. واضح أن أمريكا غير راضية، وطالما أمريكا غير راضية والمؤسسة الوطنية للنفط تعمل مع السفارة الأمريكية في هذا الموضوع، إذن لن يتم حالة رفع القوة القاهرة إلا في حالة واحدة، وهي أن المؤسسة ربما ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول التي لم تدخلها شركة فاغنر، وبالتالي هي رسالة واضحة أن أي ميناء نفطي أو حقل نفطي تتواجد فيه قوات فاغنر لن يتم إعادة تشغيله من جديد. طيب سيد عبد الله، فيما يخص روسيا، هل أعاد هذا الاتفاق الروس إلى واجهة المشهد الليبي مرة أخرى؟ نعم بالتأكيد، واضح أن روسيا الآن ترسل رسالة واضحة لأمريكا بأنها قادرة على إفساد أي مشروع سياسي تقوده أمريكا، سواء المفاوضات المزمع عقدها في جنيف نهاية الأسبوع المقبل أو الإجراءات التي حاولت أمريكا أن تتخذها في قطاع النفط بالضغط على حفتر. ها هي روسيا تفسد الخطة الأمريكية من خلال اتفاق معتيق وخليفة حفتر، هذا الاتفاق الذي أثار الكثير من الجدل والمعارضة، بيعني أن روسيا لا تريد أن تتخلى عن ما وصلت إليه من منشآت نفطية في ليبيا بسهولة، وتريد أن تقارع أمريكا في ليبيا وأن تشوش وتربك كل الخطط التي تحاول أمريكا تنفيذها من خلال بعض الأطراف. طيب برأيك ما سبب عدم خروج أي رد فعل واضح ورسمي من المجلس الرئاسي أو من حكومة الوفاق؟ هذا هو المستغرب، كنا نتوقع أن السراج سوف يصدر بيان، خاصة وأنه من المؤكد أنه غير راضي على هذا الاتفاق وأن أطراف عديدة تتبع حكومة الوفاق رافضة، وأنه يقف وراء منع معتيق من الذهاب إلى سرت، حيث كان مقررا أن يستقل السيد أحمد معتيق مروحية ويذهب إلى سرت ويلتقي بممثلي حفتر هناك ويبرم هذا الاتفاق ويعلنه من داخل مدينة سرت، ولكن السراج بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة رفض منح مروحية لمعتيق وأفسد هذا البرنامج الذي كان مزمع عقده في مدينة سرت. لكن من الغريب حتى الآن أنه لم يصدر أي بيان باسم المجلس الرئاسي وباسم حكومة الوفاق يعلن فيه بشكل رسمي هذا الموقف، ربما للحفاظ على بعض التماسك في المجلس الرئاسي الذي تصدع كثيرا بسبب الخلافات بين أعضائه، والتي دفعت السراج أو أحد الأسباب التي دفعت السراج إلى الإعلان عن تقديمه استقالته في نهاية أكتوبر الماضي. طيب هل يعني هذا حدوث شرخ داخل معسكر الوفاق؟ لا، ليس بالضرورة حدوث شرخ، لأن الغالبية ضد هذا القرار وضد إعادة حفتر من جديد للمشهد السياسي بعد أن توارى عن المشهد خلال الأسابيع والشهور الماضية،
وبالتالي جبهة الوفاق ما زالت متماسكة ضد حفتر وترفض عودته للمشهد السياسي. فقط معتيق ظهر وكأنه يغرد خارج السرب، وهذه الخطوة بالتأكيد ستكلفه الكثير على صعيد طموحه السياسي. شكرا جزيلا لك من لندن عبد الله الكبير الكاتب الصحفي الليبي، كنت ضيفي عبر سكايب. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا.